اطفال هاي ما اعرفها يعني اطفال عنده ودي اطفال اطفال شو عارف يعني شو يعرف الدنيا عيد عنده عيد يسمع انه في عيد وناس من يفرح بالعيد يعني هاي يفرح شو بالعيد انا عايش تقص العيد بس ما بيعرف شيء ما يعرف شيء لا بس الطفل اللي ابوه مفقود ما اجي لهون الطفل اللي ابوه معتقل ما اجي لهون الطفل اللي ما عنده اواعي يلبسها استحى يطلع وما طلع الطفل اللي يا رجل شو بدي احكي لك نسكت احسن لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم حسبي الله ونعم الوكيل على كل انسان تامر على الشعب السوري بالنسبة للعيد احنا الكبار يعني ما في شيء اسمه عيد اما بالنسبة للاطفال يعني الواحد يعني بنفكر بالعيد او بننهم للعيد مشان شغلة الطفل الطفل بيحب يفرح بالعيد وبجو النزاح ما في شيء انه الواحد يفرح الولد يعني بصعوبة بالغة لحتى تقدر تأمن له متطلبات والولد ما بيعرف شيء اسمه نزاح ما بيعرف شيء اسمه تهجير مو عارف شو السلافة يعني مو عارف شو الشغلة اللي هو عايش فيها